إعادة تدوير النفايات ليست بعملية جديدة، إذ مورست هذه العملية عبر التاريخ على غرار إذابة بعض المعادن وتحويلها لأشكال أخرى للاستفادة منها في أعمال الحرث ورعي الأغنام أو حتى بناء البيوت. في الفترة التي سبقت الثورة الصناعية وتحديداً عام 1031، تم ملاحظة أول عملية مسجلة لإعادة تدوير الورق، حين قام مالك المتاجر في اليابان باستخدام أوراق مستخدمة سابقاً في متاجرهم. في عصرنا الحالي أصبحت هناك العديد من المصانع والتعاونيات يقومون بعمل تفرز النفايات ثم نقلها لمصانع أخرى متخصصة في إعادة التدوير. ولمعرفة كيف تتم عملية الفرز والتدوير، اتجهنا لمنطقة أم عزة نواحي الرباط والتقينا بياسين مازوط مسير إحدى التعاونيات المختصة في فرز النفايات ونقلها إلى مصانع التدوير. العمل ديالنا هو نقوم بفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير من النفايات اللي تجي النفايات المنزلية بطبيعة الحال اللي تجي لهذا المطرح ديال أم عزة. والدور ديالنا في الفرز ديال هذه المواد هو تقليل من حجم النفايات اللي تتوجه للتمر، وكذلك خلق واحد الفرص شغل لهاد المتعاونين تشتغلوا في مجموعات على شكل مجموعات، ثلاثه المجموعات، يعني كل مجموعه تشتغل على حسب المهام اللي عندها. كل واحد عنده مهام، مثلا يجمع واحد الماده معينه في كل نهار، وكل نهار عنده واحد المكان معين، اليوم يخدم في واحد المكان مثلا يجمع البلاستيك، غدا يجمع الكرتون، وهكذا. ولي هنا على حسب يعني التنظيم اللي تيقوم به رئيس الفرقه. النفايات تجينا من المدن وتجي واحد المراكز ديال التحويل اللي تتوضع فيها النفايات، من بعد تجي في واحد الشاحنات كبرى اللي تجيب لنا هذه النفايات حتى لمركز الفرز، يتم التفريغ ديالها على مستوى واحد الباحة ديال الاستقبال ديال هذه النفايات. وكاين واحد الناقل حديدي اللي يتم تفريغ هذه النفايات عبر هذا الناقل الحديدي، تتمر من واحد الغربال، هذا الغربال اللي تيحاول يحيد لنا هذيك المواد العضوية، وبالتالي المواد الأخرى اللي هي قابلة لإعادة التدوير تتمشي لصالة الفرز. وهذه صالة الفرز هي اللي فيها المنخرطين الأعضاء ديال التعاونية اللي تيقوموا بفرز كل مادة على حدة وعلى حسب كل متعاون والمادة اللي مكلف بها. من أهم أنواع النفايات القابلة لإعادة التدوير جميع أنواع البلاستيك، الكرتون، الزجاج، الحديد والألمنيوم، ثم النحاس. بالنسبة لهذه المواد اللي تيتم الفرز ديالها على مستوى الصالة، هناك 4 ديال الأشخاص أو 4 المتعاونين اللي تيقوموا بجرد هذه المواد، وكل متعاون ويعني على حسب الإنتاج ديالو، واللي من بعد تيتم التخزين ديالها في أماكن التخزين، وفي كل شهر تيتم فتح طلب عروض من الشركات اللي تترغب في شراء هذه المواد، وتنوقعوا مع عقود يعني شهريه كل شهر، شكون هي الشركه اللي غادي تربح هذه المناقصه هذه، وبالتالي تتم تنبيعوا لها هذه المواد. يعني هاد المواد تتمشي لاعاده التدوير، تتعاود لواحد دوره حياه جديده، تيوصل رقم المعاملات ديالنا سنويا 6 مليون ديال الدرهم حاليا. يعني 6 مليون هو يعني المبيعات ديال التعاونيه من هذه المواد او من هذه النفايات اللي قابله لإعادة التدوير. يعني هذه العائدات يتم صرفها يعني في اجور متعاونين، تنعرفوا بانه كاينه واحد الاجور شهريه اللي هي ما تتسماش اجور لانهم هما ماشي عمال، هما متعاونين، تتسمى مستحقات ومستخلصات ديال المتعاونين. وهناك كذلك يعني مصاريف اخرى كصندوق الثمن الاجتماعي، كاين هناك مصاريف التامين، هناك مصاريف الوقود، وهناك مصاريف حتى الملابس والقفازات والاحذيه. يعني هذه المصاريف الأساسية بطبيعة الحال، وكاين بعض المرات تكون عندنا مصاريف جانبية أخرى.
في المغرب ظهرت مبادرات تدوير النفايات منذ أزيد من 20 سنة، وعرف القطاع توسعا هاما واستقطابا كبيرا لليد العاملة، إذ انتقل عدد الأفراد العاملين بهذا القطاع إلى أزيد من 100,000 شخص على المستوى الوطني. كما عرفت نشاطات تدوير النفايات بالمغرب موارد مهمة وقدرات مالية كبيرة، حيث يتم فرز ما يفوق 1,000 طن يوميا من النفايات القابلة للتدوير والمتمثلة في مواد أولية. وما ننساوش بأنه الفرز هو واحد الحلقة ضرورية في إعادة التدوير، وإعادة التدوير ديال هاد النفايات هو غادي يقلص لنا من الأماكن اللي ممكن نخصوها النفايات، حتى من تربية لوح الزبل تتمشي لهاد القبر كاسة وحدة راح تتخلص، ولكن أموها حنايا حتى داك الشخص اللي تيمر، كاينين بعض الناس اللي تيديروا هاد الفرز على مستوى المدينة وتيمر بهاديك العربة ديالو، أموها سهل عليه حطها أكوتي، يقدر يجمع له الكرتون بوحدو ولا يجمع له الزجاج بوحدو ولا البلاستيك بوحدو وتحط ليه تحطو على جانب، وبالتالي هو تتسهل عليه حتى هذاك يدخل ويبقى يبقاش وضربوا جاجة ولا شي حاجة بحال هكا، تتسهل عليه الأمر هذا اللي هو في صالحك أنت، لأن حنا هاد النفايات اللي هو تينقصها وتيديها لمراكز ديال إعادة التدوير راه تينقص على واحد الكلفة على الجماعة اللي تتخلص هذاك جمع هاد النفايات ب ب ب ب يعني بضرائب المواطنين، بالتالي هنا حتى تتخلص حتى على الكلفة للجماعة المحلية اللي تتعيش فيها انت وتتخلص لها الضرائب. وبشأن مستقبل تدوير النفايات الصلبة في المغرب، يدعم البنك الدولي الحكومة المغربية بغلاف مالي يفوق 170 مليون دولار من أجل وضع خطة إدارة النفايات، ويتوقع أن يحدث هذا الإصلاح نتائجه المرجوة لسكان المناطق الحضرية بنسبة حوالي 40%. بغيت نوجه واحد الرسالة لبزاف ديال الشباب اللي أنا نقدر نهضر على التجربة ديالي، وأنا لي شاب موجز اللي عندي حصلت على الإجازة ديالي في 2007 وحصلت على ديبلوم في تسيير مقاولة في 2013، ولكن كنت نشتغل في مطرح النفايات العشوائية يعني بطريقة عشوائية. تنبغي نقول للشباب انهم ما يأسوش ويحاولوا يخدموا في اي حاجه، لان ماشي في اي حاجه، حتى تبغي تخدم في شي حاجه تبغيها ومنين غادي تبغيها غادي تنجح، اكيد غادي تنجح واكيد غادي توصل. خصوصا انا تنشوف المبادره الوطنيه وضعوا مجموعه من البرامج الناس ما تعرفهاش وما توصلش لها. حنا الحمد لله في هذا الظرف سنتين، رغم اننا حنا بدينا في 2011، نقدر نقول لك انا كنت كاي شاب واحد اخر عندي واحد الخلفيه على انه المبادره هي عندها واحد فلسفه هي غير واقعيه، ولكن اليوم العكس، اننا اكتشفنا العكس في هذه السنتين او الثلاث سنوات الاخيره، ان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تقدر تعاونك في مشاريع وتنجح فيها اذا كنت اصلا انت شاب جاد وباغي توصل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.